اليوم مقابلة كأس بين دوزيكيب مستر غانيمواز. الأولى كلشي مبروك على فريق الترجي، فريق عريق، فريق صاحب أول نهائي بعد الاستقلال. الأولى بمناسبة أول نوفمبر إن شاء الله اللي يطلعوا، وحنا رانا في ربع أسابيع تاع بريباراسيون. فريق صغير هذونا بداو، عاودنا يعني جددنا الفريق 90%، وستان بون غالوب. فاني ماتش مليح لينا، شفنا اللاعبين تاعنا، شفنا النقائص تاعنا بدنيا، شويه نهارينا ما قديناش. هذا هو الفوتبال، يعني بزاف صوالح شفناهم لعبه بالنسبه للفريق تاعنا. نشكر اللاعبين تاعنا ونشكر فريق الجزائر لي سي تخو بون ايكيب، نتمنوا لهم الصعود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نظن الحمد لله على هذا التاهل في المباراه، نظن صار في اتجاه واحد. حاولنا نعطي اللاعبين اللي ماهمش يلعبوا في البطوله وقت من اللعب في هذه المباراه تاع الكاس، والحمد لله يعني نظن اداوا مباراه نقدروا نقولوا في المستوى. في الكاس نظن التاهل هو الاهم، رغم اننا شفنا مقابله لبس بها، يعني ما كانش مقابله كما يقول لك اللي تدل على انه كاين فارق بين الفريقين. ان شاء الله نظن هذا التاهل هذا يخلينا نزيدوا نلعبوا مقابله اخرى قبل الدور 32 اللي نامل ان الفريق يتاهل له. في الاخير نشكر اللاعبين على المجهودات اللي بذلوها، نشكر الانصار اللي التوافد نتاعهم كان كبير، هذا يدل على انهم اوفياء الفريق. وان شاء الله كما يقول لك نتمنى احنا نواصلوا سلسله النتائج الايجابيه بثبات سواء في الكاس ولا في البطوله. الاسبوع المقبل عندنا مقابله نتاع كاس الدور الاخير، ان شاء الله نحضروا له ثاني تحضير جيد باش ان شاء الله نفوتوا للدور القادم. والخصم هذا اللي لعبنا معاه نظن نتمنوا له التوفيق في البطوله نتاعها. الحمد لله اللي الظن تاعنا ما خيبناش، وجبنا كما يقول لك فتنا للدور المقبل من كاس الجمهوريه. نشكر اللاعبين اللي خدوا مجهود كبير، ونشكر الطاقم الفني اللي في لا سيمان عاوننا باش حضرنا المقابله جيده. والحمد لله يا ربي اللي فرحنا الشعب تاعنا، الجمهور تاعنا ثاني ساندنا، دخل وقف معنا حتى الدقيقه التاليه. الحمد ربي اللي فتنا. من ثاني مازال نزيدوا نحضروا للمقابله الجايه ان شاء الله، بتكون باش نكونوا ثاني في لاكوش للدور المقبل للدور 32 مجموعات. اليوم كما قال لك واحد خصنا خدمه بزاف، خصنا نخدموا، مازال قدام، مازال شامبيون، ومازال بزاف. لاكوب سي بون ما حاسوش عليها، سي بون لاكوب هما تانو كانوا ملاح بزاف، وترجي مستغانم فريق عريق خادمين علينا بزاف، وحنا خصنا نخدموا، ومازال خدمنا قدام ان شاء الله بربي. وباذن الله نحوسوا على الشامبيونات، نحوسوا نخدموا باش نوصلوا للشامبيونات ان شاء الله بربي.